وبالعودة إلى الاحتفال الذي أقيم بمناسبة الأعياد الوطنية وما شمله من تكريم لرواد العمل الوطني، حيث تفضل جلالة الملك المفدى بمنحهم أوسمة الكفاءة تقديرا لاجتهاداتهم وتفانيهم في خدمة المملكة. معنا في استديو الأخبار الدكتور عبد العزيز العجمان، عضو مجلس الشورى. مرحبا بك دكتور. يعني أوصف لي يعني شعورك اليوم كمواطن بحريني واحتفالاتنا باليوم الوطني المجيد وكذلك بعيد جلوس جلالة الملك المفدى. شكرا. بداية أهنئ سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي سمو رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس وزير ولي العهد نائب نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس الوزراء حفظهم الله. طبعا هذه سعادة تغمر كل مواطن، وهذا تشريف وتكريم من جلالة الملك لأبناء الوطن الذين قدموا ويقدمون الخدمات الجليلة والمساهمة في نهضة وتقدم هذا البلد. هؤلاء الرواد يعني في هذا اليوم يشعرون بأكبر سعادة تغمرهم، فهي من أيامهم الوطنية المجيدة التي يعتزون بها ويفتخرون بها دائما وأبدا، وهي ترسخ بالتأكيد. نعم، ترسخ في الأذهان وفي أذهان الأجيال القادمة. فهذا التكريم هو تكريم للوطن، تكريم لأبناء الوطن والمواطنين الذين قدموا ويقدمون كل ما في وسعهم لخدمة هذا الوطن وضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه. كيف تترجم أن يكون تكريم رواد العمل الوطني يعني يتماشى يتوازى في نفس تاريخ احتفالنا بأعياد المملكة في 16 من ديسمبر؟ طبعا هذا عيد يضاف إلى ثلاثة إلى عيدين. نعم. عيد الجلوس الميمون والعيد الوطني واليوم الوطني لمملكة البحرين. وهذا اليوم يعني تكريم رواد العمل الوطني في هذا اليوم وأيضا عيدا للجميع. نعم. وهذا يجسد الرؤية والثاقبة لجلالة الملك في الاهتمام بالوطن والمواطنين، لأنه جلالته وأصحاب السمو الملكي قيادتنا الحكيمة دائما وأبدا يؤكدون على أن المواطن هو ثروة الوطن. نعم. يعني هو الثروة الحقيقية للوطن، ليس الثروة الحقيقية في الماديات بقدر ما هي الثروة في الرجال. صحيح. وفي من يقدمون للبلد أسمى الخدمات الجليلة في مختلف المجالات الفكرية والذهنية والعملية في القطاعات العسكرية والأمنية. فهذا طبعا شيء مفخرة للجميع، ويعني وإن كنت أنا من كرموا في الأعوام السابقة بهذا اليوم الوطني، فعيد الرواد العمل الوطني، فهذا طبعا ما زال راسخ في الذاكرة بتأكيد. وكأن الواحد يعيش مع أخوانه هذه الفرحة التي كان يعيشها في ذلك اليوم. بالتأكيد. هنا. طيب من خلالك يعني وكونك من أحد المكرمين السابقين، كلمة توجهها إلى كل مواطن بحريني للتفاني في أداء عمله وإخلاصه تجاه الوطن. جلالة الملك والقيادة الحكيمة دائما وأبدا يحثون المواطنين والمواطنات أبناء الوطن على أن يقدمون كل ما في وسعهم لخدمة هذا الوطن الجليل ورفعته ونهضته، خاصة ونحن الآن نشهد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي أعطى دفعة قوية لتقدم البحرين في مختلف المجالات، سواء كانت الأمنية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية. فلله الحمد يعني اليوم البحرين لها مقاعد علمية لجلالة الملك في الدول الأوروبية، وهذا يدل على أن للعلم منزلة كبيرة، والبحرين حاضرة للعلم، وكان العلم في البحرين يعني من 1919. فهذه مفخرة لنا يعني جميعا أن نكون يعني روادا في هذا المجال. بالتأكيد. الدكتور عبد العزيز العجمان عضو مجلس الشورى، شكرا لحضورك معي في الاستديو. شكرا وكل عام وانتم بخير. وانت بصحة وسلامة.